يعني طيب هناخد اول اتصال في حلقه النهارده. رشا من اسكندريه، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟ معاكي، اتفضلي. اتفضلي يا فندم، معاكي. حضرتك بص، انا مش عارفه دي ده حلم ولا رؤيه. انا كنت نايمه وصحيت من النوم على صوت قران سوداني الشيخ بيقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا. تمام. وصحيت من النوم على كده. وكأنه كان حقيقه، يعني كأن كان الشيخ ده بيقرا في وداني. حضرتك منتظر الذريه؟ انت عندك اطفال يا رشا؟ انا متزوجه وبقالي سنه وربنا ما انجبتش. طيب اسمع، انا خليكي معايا. اولا ده بشرى ليكي، اللي لما اسمع القران يبقى ده بشرى. ليه؟ لان ربنا قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يبقى بشرى ليها بالذريه، والله اعلى. ربنا يكرمك بالذريه الصالحه يا رب، اللي تقر عينك يا رشا.